أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من الحصاد. أسبوع مليء بالأحداث، قوات الأمن تفض بالقوة اعتصام الدستور الحر اللي اقتحم مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في محاولة لفرض غلقه بالقوة ومحاولة لاستدراج خصومه إلى مربعات العنف. تواصل القطيعة والشلل لمؤسسات الدولة للأسبوع السابع على التوالي. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات جديدة له أول الأسبوع يؤكد أن الاتحاد لن يترك تونس لمن أسماهم بالمراهقين والسياسيين الجدد. إذن تونس في دوامة وأزمات متعدة وخطيرة تنبئ بتدخلات أجنبية حسب تقدير البعض، هذا في وقت تنجح فيها الشقيقة ليبيا في تركيز حكومتها والانطلاق بكل قوة نحو استكمال مسارها السياسي. هذه محاور الحصاد اليوم، وشرفني باش يكون معايا في النقاش والتحليل الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري الدكتور لطفي المراحي. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. زميلنا الصحفي والإعلامي زياد الهاني، مرحبا بك زياد. مرحبا وسهلا. والناشط في المجتمع المدني الدكتور مراد اليعقوبي، مرحبا بك دكتور. شكرا جزيلا. مرحبا بكم. أهم الأحداث اللي طبعت هذا الأسبوع في التقرير التالي، ثم لنا عودة للنقاش. تفضل. عاشت البلاد أسبوعا تخللته عديد الأحداث السياسية، وتواصل فيها الصراع بين الرئاسات الثلاث مما زاد من تفاقم الأزمة. زادتها التصريحات والمناورات السياسية تعفنا رغم الدعوات إلى التعقل والرشد والشروع في الحوار من أجل حلحلة الأزمة التي تفشت في شتى القطاعات. فقد عادت رواسب التجمع المنحل للظهور على الساحة من جديد بهدف تعطيل سير دواليب الدولة، أين انتقلت أعمال الشغب والفوضى من قبة البرلمان إلى الشارع، حيث اقتحمت عبير موسي فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس عنوة بعد اتهامه بالإرهاب، في خطوة تقمصت فيها دورا وحاولت فيها استدراج خصومها أو أعدائها إلى مربع العنف، إلا أنها فشلت في ذلك وتم فض الاعتصام ورفع خيمته في خطوة اعتبرتها عبير موسي باللا شرعية، وتقدمت بقضية إلى المحكمة الإدارية لإعادة خيمة الاعتصام إلى مكانها. وفي الأثناء كان المتابعون لمكافحة قضايا الفساد في انتظار مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، فتمخض الاجتماع بقرار إحالة القضاة ومن بينهم القاضي الطيب راشد على مجلس التأديب وغير القضاة على النيابة العمومية، خطوة لم يثمنها العديد على غرار أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ، فقد عبر عن خيبة أمله وهو الذي كان ينتظر إعفاء الطيب راشد من منصب رئيس محكمة التعقيب، ولكن مخرجات الاجتماع حالت دون ذلك. قرار ينافي شعار مكافحة الفساد التي تسعى لإرسائه البلاد منذ أكثر من 10 سنوات لتواجه به الفاسدين الذين أثقلوا كاهل الدولة على الصعيد الاقتصادي، فباتت في مرحلة حرجة تعجز على توفير أبسط متطلبات العيش الكريم، فالأجور مهددة والقروض تتربص بالدولة من كل حدب وصوب، خاصة بعد تخفيض وكالة موديز للترقيم السيادي للدولة إلى مستوى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية، وهي نتيجة التأخير في تنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي. من جهته جدد صندوق النقد الدولي شروطه لإقراض الدولة التونسية التي تجد نفسها بين كماشة العجز المهول للميزانية وتيقظ الاتحاد العام التونسي للشغل لكل عملية ارتهان لشروط المانحين على حساب المقدرة الشرائية أو المس بكتلة الأجور أو التفويت في المؤسسات العمومية. الصراع بين الرئاسات الذي يدور حول مربع الصلاحيات قد يؤدي بالبلاد إلى هوية الإفلاس وبيع البلاد إلى الصناديق الكاسرة التي بدأت تتحسس طريقها نحو السيطرة على البنوك والمؤسسات عبر شراء الديون المستحقة للدولة، وهو ما يهدد سيادتنا الوطنية في إحالة إلى الكوميسيون المالي. خليني نبدأ معك دكتور. تصاعد كبير إذن للخطاب الفاشي العنيف وتغليب منطق قانون العرب على قانون الدولة، استضعاف للدولة، نقل الصراع السياسي من البرلمان إلى الشارع، هذا موضوع يخوف خصوصا وأنه تقريبا الأوضاع هشة في البلاد. هو هذا برنامج، يعني برنامج كامل أقدم عليه حزب، نسميه حزب التجمع، أنا أقدم عليه منذ الانتخابات الفايتة، يعني هذا ممنهج ليه، مبرمج ومهيئ ليه بروية وتدبر. يعني مش هذه مش أمور عفوية، هذه ثم ناس تشتغل وناس، ما نصورش أنه الناس الراو فيها في الخط الأول والراو فيها في الصورة هي اللي هي تدبر لهذا، وأنا ما ناس خرين وراها، وناس يعني متمرسة حقيقة يعني على العيب هذه،
دخلت في حملة انتخابية سبق الأوانها منذ إعلان عن النتائج الأخرى، وصار هذا في اليوم الأولاني في البرلمان، يعني موضوع القسم يعني موضوع ثانوي جدا أصبح موضوع، وكان مدخل للمهاترات الكل والاعتصامات والمارينة الكل من داخل البرلمان، والهدف منه بطبيعة الحال هو إعادة السيناريو متاع الباجي قايد سبسي بشكل من الأشكال، يعني نداء تونس، يعني أنه نكونوا مجموعة باش ناخذوا حركة النهضة هذه اللي على أساس هي العدو بالنسبة للمسار الديمقراطي وهي المتسبب في تتحمل يعني مسؤولية ما حصل العشر سنوات هذه، والناس هذوما نشتثوهم ونزيحوهم على المشهد، وكان الحديث يمكن باجتثاث يعني فأقصى، فهذا هو كان التمشي، وهذا يعني لجلب جانب من الشعب التونسي اللي هو عنده شيء ما في نفسه من حركة النهضة أو مستاء من الوضع اللي وصلته البلاد، وبحقيقة الوضع يعني في البلاد يدعو للاستياء، والاستغلال هذا لتوظيفه لمآرب سياسية. لكن نشوف سمحني دكتور أنه ربما عبير موسي نجحت فيما فشل فيه الباجي قايد السبسي في تكريس ربما هذا الاستقطاب الثنائي اللي قاعدين نشوفه تقريبا. لا كرس في نجح فيه الباجي قايد السبسي وهي تسعى على منواله. الباجي قايد السبسي نجح فيه، والقوى اللي خدمت للباجي قايد السبسي هي نفسها قاعدة تخدم اليوم، لأن ما تنثمش وسيلة إعلامية اليوم ما تحلهاش ما تلقاش الشيء هذا مرام. وأنا يعني الحقيقة الاستياء متاعي جاي من الإعلام أساسا ساعة قبل ما يكون من حركة النهضة بيدها، لأن حركة النهضة جزء في الوضع اللي وصلنا له. الاستياء من الإعلام لأنه احنا رينا في ديمقراطيات يعني عتيدة عندما ثم أحزاب سياسية أو مكونات سياسية تخرج على مبدأ الجمهورية وعلى الأسس الأساسية للجمهورية والعيش المشترك يقع إقصائها مباشرة إعلاميا، وهذا يا جو ماري لوبان يعني بالخطاب متاعه الفاشي وقع إقصائه لزمن ما إلا ما جات بنته ولا خطاب مختلف باش عودة رجعت في الله. فاليوم القنوات العالمية مفتوحة أمام نقل الأخبار متاعها وتنقل أخبار الحزب هذا، وبطبيعة الحال التوانسة أو جانب التوانسة يقفوا وراء هذا، لأنه كان واضح جدا وجلي أنه هذا الصراع سينتقل من البرلمان إلى الشارع، هذا كانت الخطوات الواضحة، وهذا التسخين لي والقادم أكثر من هذا. يعني اليوم أنت ترى مكون سياسي، احنا اليوم قلنا انتهى الأمر يا سيدي، احنا حركة النهضة موجودة ونحبوها ولا ما نحبوهاش، هي عندها ناس تحبها جانب الشعب التونسي فنحترمهم، وحزب التجمع اللي لم يقع إقصاؤه بالإرادة السياسية اللي موجودة كانت موجودة ودخل في الحياة السياسية بشكل جديد تحت مسمى جديد مرحبا به، ما لهم إلا توانسة وهات نبنيه البلاد. اليوم احنا دخلنا في مهاترات بعيدة على بنيان البلاد في وضع يعني اجتماعي اقتصادي متدني بالشكل هذا، وشنو هو المآلات اللي تنتظر فينا؟ نعم. يعني شنو الأعلام، شنو اللي قادمين؟ يعني أين الوحدة الوطنية اللي تحدث عليها؟ لبنان اللي تحكي عليها شنو؟ لبنان شنو هي؟ لبنان هو أنه صاحب السلطة وعنوان السلطة وعنوان القانون اليوم ما عادش موجود، يعني يجيك مكون سياسي ويقول لك أنا قاضي نرى أنه الجمعية الفلانية أو الطرف الفلاني هو مدان وهني باش انا باش ننفذ عليه القانون، فانا سلطه يعني قضائيه وسلطه تنفيذيه، وهذا نعم. غير مقبول يعني. نعم زياد توب ربي هذه اولويات اليوم، احنا اليوم بلاد عاجز ميزانيه تاعها معناها يفوق على 20 مليار دولار، اليوم اللي جابش نعملوا ميزانيه تكميليه، نسبه النمو تقريبا الا 8.8 حسب تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عفوا، هذه أولوياتنا اليوم، احنا في صراعات سياسية تكريس الانقسام بين المجتمع بين اليوم بين فسطتين خلينا نقولوا، اليوم تصاعد الخطاب الشعبي والخطاب القصوى والخطاب العنيف من كل الأطراف خليني من غير ما نستثني حتى طرف، هذه اليوم أولويات الشعب التونسي. بين حب نذكرك بالحديث الشريف اللي نقله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نحن للأسف في وضع اللي ثم شكون في البلاد لهنا يبحث على نوع من التمكين ولا من التمكن حتى ولو كان ذلك فيه شبهات وفيه فهمتني ريبة اللي من بعد باش تتحل على خطرها في أبواب الجنة فهمتني على البلاد. المشكلة وين محصورة هي؟ أو الحصار بتاع الطروادة فهمتني شكون؟ اللي هو اتحاد علماء المسلمين، فرع اتحاد فن تونس الاتحاد العلماء المسلمين. انا باش نحكي على الاصل مش نحكي فهمتي على الفرع، لانه الفرع فهمتي تابع
بطبيعته. هل الاتحاد هذا ورئيسه السابق يوسف القرضاوي والمنظر نتاعو عنده فريق من التوانسة اللي هم يقدروه ويحترموه فهمتي ويحبوه، لكن ثم فريق آخر فهمتي من التوانسة على النقيض منهم فهمتي تماما، ما نجموش ينساو اللي هالاتحاد هذايا الفتاوي كل اللي أصدرها والتحريض اللي عملوه على ما سمي فهمتي في الجهاد في سوريا، واللي نتيجته كانت الإلقاء فهمتي بالألاف من الشباب في المحرقة السورية وتحويلهم في الإرهابيين. هو الاحتجاج وقع على الاتحاد العلماء المسلمين ولا على فرع تونس الاتحاد العلماء المسلمين؟ قلت لك الفرع هو جزء، هم هو الفرع هو جزء من إيه، لكن الأصل. لكن انت تحكي على جمعيه تونسيه، احنا نحكيه على جمعيه تونسيه، ما هو لو كان ثم جمعيه منضبطه لقانون الجمعيات، ما هو لو كان ثم جمعيه هي فرع بتاع جمعيه اجنبيه، لو كان ثم جمعيه فهمتي تونسيه اسمها جمعيه الزيتون، جمعيه التثقيف الديني، جمعيه انت كذا، وتعمل بنفس المناهج اللي يعمل بها الجامعه الزيتونيه واللي تعمل بها الفرع فهمتي هذايا، لم يكن المسألة باش تطرح أي إشكالية بالنسبة لي إلا عند الذين في قلوبهم مرض، أما بالنسبة لأي تونسي عادي مثلا في حتى مشكلة. لكن هذا الارتباط بالأصل المريب اللي أنا حكيت لك عليه، اللي الناس ما تنجمش تنسى الفتاوي فهمتي بتاع القرضاوي بتاع القتل على معمر القذافي وعلى غيره وعلى غيره وعلى غيره، واللي يعتبروه هو المحرض الأساسي على الإرهاب في سوريا فهمتي وفي العراق، وبرشة توانسة مشاو متأثرين ولو إرهابيين فهمتي جرته هو. فطالما انه ثم المنظمه هذه تطرح فهمتني اشكال، فبالتالي فهمتني باش تلقى ديما فهمتني شكون فهمتني من الناس معارضين في تونس، وثم اللي خايف منها عن صدق، وثم اللي باش يوظفها في المعارك السياسيه. وهذا يبرر بتاعه. هذا يبرر التعامل اللي قامت به علي الرموسي، لكن يعني نعرف كاني من دعاة تطبيق القانون، وانه القضاء يكون عنده المكانه الحاسمه والموقف الحاسم في هذا الموضوع. لكن خليني نوصل لك الفكره، لكن هذا لا يمنع أنه الواحد يتحول أصحاب فهمتي الآراء اللي هي مخالفة ولا فهمتي معارضة لشيء اللي هم راضين ومش قابليني، يولوا هم بيدهم قضاة ويولوا هم فهمتي بيدهم منفذين للقانون، ويقتحموا المقرات بتاع الناس ويمشوا يلوجوا لهم فهمتي في الوثائق فهمتي بتاعهم. نقول لك أنا لا تزر وزيرة وزر أخرى، بحيث فهمتي كل حاجة فهمتي في طريقة. اليوم وقت اللي انت في ترى مثال انه ما ثم الجديه، ناس ترى ما ثم الجديه في التعاطي مع هالاتحاد فهمتي هدايا فهمتي في تونس بكل الرمزيات، كما قلت لك هو ثم ناس اللي هم يتقيموه ايجابيا، عدم التعاطي الجدي. ايش معناها زياد؟ خليني نفهمه، معناها القضاء ما خذاش قرارات حاسمه في المساله، المساله ثم زوز قرارات قضائيه في المساله، زوز قضايا المساله مش متعلقه فهمتي بالقضاء، المسألة مش متعلقة بالقضاء، لأنه الإشكاليات التي طرحت حسب المعطيات اللي عندي هي متعلقة بانطباق القانون التونسي، والقانون منطبق في هذه الحالة في أنه يطرح إشكالية. لكن الإشكالية الأساسية اللي ربما لو كان فني تم طرحها وتم قديم الموضوع فهمتي الطرح، هي علاقة هذا الفرع اللي هو يمثل تنظيم فهمتي دولي، اللي هو مصنف إرهابي، اللي هو الهيئة بتاع العلماء هذه، واللي بين قوسين راه برشا علماء خرجوا منها. المهم بالنسبة لنا فهمتي هو التالي، بلادنا اليوم إذا كان ثم فهمتي حكمة وثم رشد وثم فهمتي عقل ثم أولويات. اليوم السفينة فهمتي قاعدة تغرق، وربما ثم فهمتي حاجات في سلم الأولويات هي أولى بأنه يقع التناول بتاعها. نعم، مراد، الدولة أثبتت اليوم أنها منهكة وأنها غير قادرة ربما بالشكل الكافي على إنفاذ القانون، هذا من جهة. من جهة ثانية، وخليني نتجاوز مسألة الاتحاد علماء المسلمين والصراع اللي صاير ما بيناتهم، أنا نحب نحكي فقط على المظهر اللي صار في الأيامات الأخيرة، يعني استعراض القوة والتهجم على قوة الأمن من جميع الأطراف المداخلة، يعني أنا مانيش نبرأ في طرف على طرف آخر، هذا ربما ثم خوف مع هشاشتنا الأمنية ومع ضعف الدولة ومع تفكك نياب الدولة أنه ربما يجرنا حتى إلى الاحتراب الأهلي. خوفنا نهارة الثلاث، خوفنا فعلا على مصير بلادنا في لحظة من اللحظات. شكرا. كلامك إلى حد بعيد صحيح. ساعة قبل ماذا بين نتفاعل مع كلام خونا زياد وقت اللي يقول أنه يحب يتميز معناه على المشهد وعلى الناس اللي ساندت مباشرة الحزب هذايا وخاصة الرئيس متاعه. أنا أعتبر هذا حاجة إيجابية، على الأقل نجتمع على احترام القانون، على أنه ثم حد أدنى يجمعنا معناه، وهذا قاله حتى الدكتور، أنه على الأقل نحترم القانون، ما نجموش نكونوا أحنا قاضي ونكونوا أحنا نطبقوا الحكم ونكونوا أحنا طرف إلى آخره.
مع ملاحظة أنه إذا كان فكرة إذا كان باش تبقوا فكرتك أنه ثم ناس من التوانسة ما يحبوش الاتحاد هذا، أنا أقول لك زادة ثم ناس من التوانسة يعتبروا أن المساندة الثورة السورية كانت في وقت من الأوقات مطلب وطني. وأنا نحب نذكرك زياد أنت بالذات ثم مسيرة وقعت في محمد الخامس، انطلقنا من قال مشينا محمد الخامس، أنا عندي تصويرة، أنت كنت بحذاي أنت وبحذانا عدنان منصر وزوز وخيان أخرين من السي بي ار، وكنا نطالب بإسقاط بشار، وبالتالي هذه صارت وأنت تذكره. أكثر من هذا، أنا كنت عضو في الهيئة نتاع دعم الثورة السورية، بلح. لكن انهارت اللي اكتشفت أنه المطلوب مش ثورة لسوريا وإنما فني مؤامرة لتدمير سوريا، قلت لا. لا مش هذا موضوع أنا لا حبيت نحكي لك. أنت رأيك أنا قلت لك أكثر من هذا، أنا فني كنت عضو في الهيئة نتاع دعم الثورة السورية. هي رفعت الواحد وتعملت بعد الشيء هذاك ونشطت إلى آخره، ولكن كما أنت تقول ثم توانسة ضد الحاجة هذية، أنا أقول لك محاكمة الاتحاد هذية حسب القانون التونسي، خالف القانون التونسي اللي شيء اللي قري فيه، أنت تقول لي باش يقري الإرهاب والحاجة كي من هكي يودي قري في الصلاة وفي أنا واحد من الناس عمري ما كنت مهتم باش نقرأ في الواحد هذاك لأنه جانب فقهي، أنا ماهوش اختصاصي فقهي ما يعنينيش الحق، تعنيني الحد الأدنى معرفة الدين بالضرورة، وبالتالي أبار هذية ماهيش قضيتي. إذن المشكلة الأساسية ما عادش الفرع في حد ذاته، لأنه ثم الناس اللي قريوا فيه نعرفوهم احنا الكل، كلهم توانسة، والتمويل متاعه تونسي، والتمويل متاعه صغير والناس كل تعرف، والدولة تريق فيه. دونك هنا معناها هذا على الأقل، حتى كيف نختلفوا في حاجات اللي هي جزئية واللي هي مرتبطة بمواقف سابقة، اللي قدامنا اليوم أنه ثم مخالفة القانون، والمخالفة القانون هذه والتعاطي وأسلوب التعاطي هو خطر على البناء الديمقراطي، خطر على القانون اللي يجمعنا أحنا لشنية نحتكمه، مولى القضاء يلزم نقبل حكم القضاء. إذا كان كل حزب يصدر حكم قضائي ما يساعدوش يمشي يعتصم قدام برلمان ولا قدام غيره، راه هذا يختر معناه وقتها نوليو معناها انصاف لي باز دو لا ديموكراسي، معناها ندمروا السيقانة التي تقف عليها المنطق اللي يجمعنا. والخوف من الاحتراب راه صحيح وموجود وكاد يقع، انا مانيش خايف على المحاصرين الداخل، معناه خايف على يحاصروا فيهم البرة، قد كان يقع هجوم من ناس تساند واللي تضح أن عددها كبير، معناه باش تولي فيها موتة وغيرها. احنا ماذا بينا لا تسيل قطر الدم في مثل هذه المواضع، نحتكم دائما إلى القانون، وثم في نهاية الأمر عقل سياسي يحكم الناس الكل. إذا كان حاجة ظاهرة وين هزتنا، معناه هزتنا للمشكلة كبيرة، فهم الأفضل تعاطي معاه، وبالفعل تم التعاطي بطريقة بلزموا ذكية وما صارش حتى شيء. علاش؟ خاطر فما ناس عقلانا نتصورهم معناها تمكنوا من الإمساك بالوضع بطريقة معينة وما انفجرش الوضع، ثم كان التدخل بعد اللي هو تدخل قانوني بغطاء قانوني وتم الأمر كأن شيء لم يكن، وأعيدت رئيسة هذا الحزب إلى اتباع المنطق القانوني وقدمت قضية، يعني أجبرت على العودة إلى القضاء وطالبت بحكم المحكمة الإدارية. وبالتالي دورنا أنه حتى كيف تقع مخالفات ولا خروج على السمت القانوني واللي يجمعنا، دائما يجب إرجاع المركبة إلى طريقة لتجنب الاحتراق. صغير بركة، أنا نحب نتوجه بتحية نتاع تقدير للسيد الوالي في تونس، الناس ما همش فهمتني مقدرين أنه أنقذ تونس من كارثة، أنه حقن الدماء، لأنه فهمتي لو كان سال ليلتها الدم راهي كانت باش تولي حرب أهلية في البلاد. فنحب نتوجه بتحية تقدير للسيد لبو علاك الوالي فني بتاع تونس اللي بالفعل منع حصول كارثة في البلاد. نعم دكتور، يعني اليوم كأن أمام نخبة سياسية تحارب طواحين الهواء وتخلق لنا معارك وهمية، اليوم صراع حول الصلاحيات بين الرئاسات، البلاد قاعدة تشوف فيها معناها على مشارف الإفلاس، اليوم خارجين للسوق المالية باش نعبيه موارد مالية للميزانية ولكن بنسب فائدة كبيرة بعد تصنيفنا الأخير من موديز. هالنخبة السياسية اللي يقول عليها هشام جعيط أنه يلزمنا جيل كامل باش نغيره، شنو المطلوب اليوم؟ صح، الحاجة الأولانية أنا يعني ما نلزمناش ننظروا الحدث اللي صار هذا على أساس أنه حدث معزول. أنا نراه الحدث اللي صار هذايا هو داخل في استراتيجية كاملة، يعني ترذيل الحياة السياسية، ترذيل البرلمان، ترذيل المشهد، الطريقة نتاع المواضيع المثارة، الاستقطاب الثنائي، تقسيم الشارع التونسي، هذا الكل ممنهج، وهذا ماهوش بشوفه في الحادثة هذه،
إذا كان أنتم اليوم مثل راه ثم بوادر معناها انشراح ولا انفراج على الانفراج اللي حصل، أنا أقول لكم راه الآتي أصعب من هذا ويدبر لما هو أكثر، لأن الناس هذه من ظاهر من نهار الأولاني شو الهدف نتاعها. خلينا فسر لنا أكثر، شنو معناها تنتظر نقل المعركة من جديد للبرلمان تحولها معارك؟ لا لا لا، البرلمان انتهى. اليوم النقل إلى الشارع، اليوم ثم استعراض نتاع قوى، اليوم ثم كيران قاعدة دور بالحزب التجمع من بلاصة لبلاصة، بدأت من سوسة ولا دراوين وبعد باجة ومن بعد وكذا، وعمل تكبر الحظبة حتى توفى في تونس، والموضوع هذا باش يكبر أكثر وياخذ صدى أكثر. وبطبيعة الحال ما نسألوش كما تمويل نتاع حركة النهضة وقفتها منين جات فلوسها، ما نسألوش زاد على الحزب التجمع منين جات فلوسه، وهالفلوس اللي قاعدة موجودة هذه كلها يعني مفروض دائرة محاسبات وين يتحرك أي حزب بالشكل هذا، لأن نعرفوا قداش تتكلف الأمور هذه يقف عليها. خاطر احنا نسألوا قداش من تونسي عنده 60 مليون باش يتبرع بهم الحزب يعطيهم له، واحنا على يقين انه كسوسو حركه النهضه ولا التجمع ولا غيره هذه اموال غير مشروعه، هذا يقين. لكن احنا اليقين هذايا نحبوا التاكيد نتاعو من السلطه، والسلطه يذول اداره المحاسبات لابد ان تتحرك وتطمن على هذا اللي ماشيين فيه. فهذايا حبيش نقول لك انه مش يعني حدث عرضي اللي صار، وانما هو امتداد للي صار الكل في البرلمان و في استراتيجية معينة الهدف نتاعها معلومة. توا اللي تحدثني أنت على الصراع الآخر اللي قاعد صاير فيه رئيس الجمهورية وفيه رئيس الحكومة وفيه رئيس البرلمان كطرف لا بوصفه رئيس البرلمان لكن بوصفه رئيس حركة النهضة، يعني بوصفه الساند الأساسي أو لحكومة المشيشي. أنا في اعتباري وهذا نقوله أنه قيس سعيد هو منطلق الخطأ، لأن قيس سعيد في تقديري تجاوز صلاحياته واخترق القانون. قل لي كيفاش اخترق القانون؟ هو كان عنده بمقتضى الفصل هذاك اللي وقع فهمه بشكل يعني سطحي جدا، وانا نسائل يعني المفصول المفروض انه فصول القانون تفهم برمتها في ظل النظام السياسي، والنظام السياسي هو نظام برلماني. يعني عندما نتحدث على الشخصيه الاقدر او الاجدر يعني هو تحكي على الفصل 89، الشخصية هذه تكون ما يعبر عنه بالفرنسوية لو شيف دو لا ماجوريتي، رئيس الأغلبية، لأن ما ينجمش يكون رئيس حكومة في نظام برلماني إذا كان ماهوش رئيس الأغلبية. هذا المنطق. فأنك هذاك علاش الفشل صار من حكومة الباجي قايد السبسي، يعني الرؤساء الحكومات اللي حطوهم الكل ومن بعد كيف مع السي سعيد، لأنه هذوما الناس شخصيات ما عندهمش حزام لذاتهم قبل ما يكونوا حزام لحكومتهم. هذا يعني ما نشكوش احنا في الشخصيات اللي تحطوهم، راهم يعني محترمين ويمكن عندهم الاهليه العلميه والفكريه وما ما نشكوش فيهم، لكن المنطلق بتاع النظام السياسي اللي اقترناه يقتضي هذا، يقتضي انه الانسان يكون عنده كتله برلمانيه لاباس بها. كنت تقول لي انت رد في المراحل تنجم تكون رئيس حكومه، قلت لك راه ما نجمش، ما عنديش كتله برلمانيه حزام لذاتي، معناها هاكم مش ننزل نفسي انا، يعني راهو ثم مواصفات معينه. لكن كي نجيو احنا نقولوا اختار السيد هذايا معناها في غياب رؤيه كامله للنظام السياسي، بعد ما اختاروا وين تجاوز اني نجي انا مفروض اني نختاره ونمشي على روحي. انا وليت نحب عندي وزراء في الحكومه، فتجاوزت انا يعني تجاوز الدستور، فكي نحيوا لي الوزراء بتاعي ننغر من نقف في حدودي. انا تو انا نحب نظهر نفسي على اساس اني رجل متعفف ورجل ملتزم اساسا علاش التجاوز هذا اللي يصير؟ بعد شنو النتيجه نتاعو كانت؟ كانت اليوم انه لاسباب واهيه ما تاديوش اليمين. هل ترى الاخطاء اللي تنعت بها حكومه المشيشي او ينعت بها المشيشي على اساس انه مش عرض نفسه على البرلمان وعلى اساس انه طالب اداء يمين، هل ترى هذه اخطاء فيها اشياء فيها استنقاص من احكام الدستور ام مزايده عليه؟ فيها مزايدة. هالمزايدة هل ترى فيها ضرر للشعب التونسي؟ في ذاك كان فيها علاش نقفوا عليها؟ اليوم هو ظاهر انه الحكاية اللي لازم نفهموا الفكر اللي جاي منه قيس سعيد. قيس سعيد جاي من فكرة نتاع الشعبوية. ما الشعبوية؟ شنو هو الشعبوية؟ الناس الكل تنعت في بعضها بالشعبوية، شنو هو الشعبوية؟ الشعبوية هو أنتم ونحن. نحن أكل اللالشو، نضاف اللالشو. احنا طهارة. وأنتم شكون؟ حاشاك المدنسين. شكونكم المدنسين؟ اللي اشتغلتوا بالسياسه الكل. فاحنا نضاف وانتم مدنسين، والاحزاب كلها حكايه فارغه.
لازمش تكون موجودة. معنى كان فهمت أنا دكتور أنه أزمة التحوير الوزاري حسب تقديرك هي عارض من عوارض الأزمة العميقة اللي تعاني منها تونس اللي متمثلة أصلا في فهم قيس سعيد للدستور ومعركة صلاحيات. لا هو حاول من خلال المشيشي أنه يلقى فرصة باش تكون عنده صلاحيات أكبر. دوك الموضوع كله موضوع نتاع تموقع. واليوم ما يوخرش التالي ونعطلك أنا ونخليك غاديكا وفي لي الذراع نقعد غادي. هل ترى فما أمل أنه قيس سعيد يوخر التالي؟ أبدا، لأنه لو يوخر التالي يخسر الحرب تماما. هل ترى المشيشي يوخر التالي؟ لو كان يوخر التالي يخسر الحرب تماما، خاصة أنه راه الرجل الغنوشي، ورجل الغنوشي لو كان المشيشي يوخر يتيح في جرته رجل الغنوشي. فهذه الحكاية وين وقفت؟ شنو المخرج متاعها؟ تعطيل البلاد؟ احنا اقترحنا حاجة، احنا اقترحنا أنه الناس هذوما اللي المشيشي صدق عرضهم على البرلمان وصدق عليهم البرلمان ونواب الشعب هم البرلمان، أنه يقع اعتمادهم كمستشارين في الحكومة لدى البرلمان لدى المشيشي، مستشارين كل واحد مكلف بمهمة قطاع معين ويشرفوا على الوزارات هذوك ويجي صح المشيشي وفت الحكاية. لأنه قيس سعيد شنو اليوم؟ قيس سعيد اليوم معزول، عزل نفسه في قصر قرطاج بغم التراسل، لأنه قاعد يحاول يتك على بعض أحزاب اللي هي اليوم تحاول تمجد وتنفق في صورة الرجل، لكن هو قاعد معزول وعزل نفسه وحده، ما مدش القنوات وكان صدامي من الأول. لكن حكومة الخطر الأكثر ما هوش هذا الصراع، هذا ما هو الصراع، هذا الخطر الأكثر هو الجاي، الجاي اللي بيش يتيح بحكومة المشيشي. شو بيش يتيح بها؟ مش عدم رضا قيس سعيد عليها أو ما اعطاهاش، لا، هو الواقع الاقتصادي الاجتماعي. نعم، شنجيو هذا بالتفصيل دكتور. خلينا نمشي مع زياد. اليوم الدكتور استحضر المصطلح، مصطلح القاموس الحربي كما استحضره الرئيس قيس سعيد، حكي على معارك وحكي على حرب. رئيس قيس سعيد استحضر في خطابه الأخير أمام السيد زوير المغزاوي وأمام السيد غازي الشواشي مصطلح الحرب والمعركة والميدان ومصطلح معناها السباع والضباع اللي هما يواجهوا في الطهارة اللي كان يحكي عليها الدكتور. ما تشوفش ان احنا مزينا في قواميس بصراحه ولا تتخوف معناها موجوده في الساحه السياسيه تخوف بصراحه ولا؟ شوف انا في تقديري انه مثل ما ثمك المتعارف عليه بالمراهقه الثانيه، لكن لسانك اللي يعاني في الحرمان في فتره المراهقه الاولى في نتاعو ومن بعد كي تعطيه الدنيا وتضحك له في الدنيا يحب وقت اللي يشيب يسترجعك اللي تحرم منه الكل. انا نظن انه رئيس قيس سعيد في هذه الحالة من المراهقة الثانية، راجل عمره ما مارس السياسة في حياته، طول عمره راجل فنتي محترم، نتاع فني قانون يقرر فنتي بكرتاته فنتي ويروح يشد دويرته ومستكفي فنتي بنفسه فنتي وداخل فنتي باب بوشته. قد تخوض الجامعة تطلع تهبط الأساتذة تاع القانون الدستوري تصداه للتحوير الدستوري تاع 2002 يكتبوا سي عياض فني بن عاشور، سنة بن عاشور، سليم اللغماني في الناس الكل، هو عمرك ما تسمع له فهمتي فني حس. وهذاك علاش هما عاطينه رئيس نتاع قسم في 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 سوسة وقت اللي هو ما عندوش حتى هو مجرد فني مساعد. داكوردو؟ فجأة يلقى روحه تتسلط عليه الأضواء، يلقى روحه فهمتي رئيس فهمتي دولة، ويلقى روحه هو يتحدث فهمتي باسم ثورة. فكل هاك المسار الثوري اللي فات عليه فهمتي قبل والنضال السياسي اللي فات عليه فهمتي قبل يحب يلبس الجبة فهمتي تاعه فهمتي توا. تحس أنه إنسان يسمع كان في روحه ويكلم كان في روحه. يا راجل يا راجل، القيادات متاع البلاد يجيب يقعدهم فهمتي فني بحذاه حتى فهمتي اللي يمشي له وعباره فهمتي استاذ معناها يعطي فهمتي في درس فهمتي للتلميذ نتاعو مش حتى يخزر لهم اصلا مش متلفت لهم اليوم هما للديكور ويخزر فهمتي للتلفزه فهمتي بقابله ويعمل فهمتي في, 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 في الخطاب نتاعو. انا في تقديري انه الوضع اللي نحن فيه هو وضع اختير، وبالفعل اليوم رئيس الجمهوريه بقدر ما كان امل، انا واحد من الناس كنت اعتبره امل وفرصه للانقاذ نتاع البلاد، كنت نعتبره أمل وفرصة لإيقاظ لفني البلاد، لكن اليوم تحول هو إلى عنوان رئيسي للأزمة. وهذاك علاش أنا اليوم وقت اللي فهمتي الاتحاد من العام الاتحاد يقول رانا ماناش نتركوا البلاد للعبث نتاع الهواة، نعتقد أنه نتيجة الضعف نتاع الحالة الحزبية زياد. نرجع لك بعد هذا الفصل، خلينا ناخذ فاصل قصير ثم نعود.
زياد ما تشوفش معايا انه ربما حتى قيس سعيد قاعد يخسر في حلفائه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين تبوبي في خطاب له قدم ندوه للصحه، انتقد بشده الرئيس قيس سعيد اللي هو يعتبر من احد اكبر حلفائه اليوم في الصحه. شوف انا كنت تشرفت بمقابله سي نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الفتره اللي فاتت، والمقابله معاه دامت اكثر من ساعه، ولاول مره نكتشف فيه شخص بعيد على الصوره اللي نتاع الامين العام اللي يخرج في مناسبات نقابيه فهمتي وغيره. تعرف لو كان يتكلم نور الدين الطبوبي ويكشف اللي عنده والبرميل نتاع البارود اللي بارك عليه تصير محرقة في البلاد. لو كان يتكلم نور الدين الطبوبي ويكشف برمير البارود اللي هو يبارك عليه تصير محرقة في البلاد. الاتحاد مستاء جدا، والأمين العام تاعه مستاء جدا من سلبية التعاطي مع المبادرة نتاعو. الاستياء مش على خاطر انا اعطيت فنتي مبادره وانت طفيتي ما حسبتنيش، لا، وانما لسوء التقدير متاع عدم انتهاز تلك الفرصه باش نفتحوا فهمتني باب باش تتلم الناس باش تتفق على حد ادنى فهمتني مشترك ما بيناتهم، وبعد الاتفاق هذاك فهمتني يمشوا فهمتني للتنفيذ اكثر من الاتحاد. انت لو كان تتابع الخطاب متاع حركه الشعب الأمناء العامين نتاعها ومتاع التيار تشوف اللي ولاو ثم نوع من الديماركاسيون، ولاو يطلبوا فني حتى فهمتي من الرئيس انه باش يتفاعل. يعني اليوم بدا يتكون شبه اجماع فني في البلاد بما فيها فهمتي من الناس اللي هم محسوبين على الحزام نتاع الرئيس توا، واللي هو واضح فني بالنسبه للتوانسه فني كلهم تحب الصحيح الجماعه فني تحب تتنحل في الحكومه نتاع المشيشي باش نعملوا فني حكومه جديده ونكون احنا موجودين فيها بعيدا على الشعارات وعلى الغوغائيات وكذا، لكن ثم جانب نتاع حس نتاع فني مسؤوليه وعارفين اللي سقف لا قدر الله اذا كان فني باش يطيح راه فني باش يطيح على ناس الكل. اذا الرئيس قيس سعيد راه اليوم ماهوش قاعد يخسر في الحلفاء او من يفترض حب براهن عليهم باش يكونوا فهمتي حلفاء وعندهم وزن جماهيري وقادرين البلاد باش يوقفوها كما الاتحاد العام التونسي فهمتي الشغل، وانما قاعد يخسر فهمتي حتى في نوع من الابتعاد حتى نتاع اقرب زوز احزاب اليوم يساندوا فيه اللي هما فهمتني الشعب والتيار، واللي هما ما عادش ماشيين معاه 100%. هو حتى المشيشي يا دكتور قاعد يربح في بعض المربعات، قاعد يعمل في بعض الاتفاقيات مع المنظمه الشاغله، قاعد يحاول انه يحيد اصلا المنظمه الشاغله من هذا الصراع اذا كان مش يجيبها لصفه. يعني تحس انه كان بدينا نطبعوا مع الازمه. اليوم عندها 7 اسابيع حكومه مربكه تخدم بنص الفريق نتاعها بنصف الموتور بنصف المحرك، وكان بدينا نطبعوا معنا كانه عجبتنا الحكايه وقاعدين هيك معناها شيخين 7 اسابيع معنا. ما وهذا ناتج على قدره البشر طبيعيا على التالف مع اي وضع، ولكن ماهيش غير الاوضاع الكل ايجابيه. راهو الاصل انه نتالفوا مع الاوضاع اللي فيها انسجام، اللي فيها تعادليه، اللي فيها توازن، اللي فيها تناظر، اما في الحالات هذه هي حاله معناها لا تبشر بخير وما تنجمش تتواصل هكا. هو لازم يكون على الاقل ثم نوع من التوازن، ثم نوع من التوافق، ثم العجله قاعده تدور بلغتنا بدارجتنا معناها. لكن انا راه تو فيما يخص مساله الاتحاد لازم يكون عندنا شويه انسجام. أنا طول عمري أنا منخرط في الاتحاد من نهار دخلت نختم من 21 أكتوبر عام كذا كذا في سابق التاريخ. أول نهار دخلت الاتحاد أؤمن بأن العمل النقابي أساسي وأنه هو الحامي ضد تغول الدولة أو تغول المؤسسة، ولكن أن يصبح العمل النقابي هو وسيلة للعمل السياسي وملجأ للاختفاء السياسي وغيره، نقول هذا كان ممكن في عهد بن علي والناس الكل كانت مخبية في الاتحاد ولا غيره في الهيكل ولا في المجتمع المدني أو ما يشبه المجتمع المدني. اليوم راك باش نكونوا منسجمين، أنا ضد تدخل الاتحاد في السياسة بالشكل الموجود وضد مطالبته بحصته من الوزراء، لأنه هو يدافع على العمال، هو يدافع على القطاعات اللي يمثلها. اليوم خاطر سي طبوبي قال كلام معناه يلائم المسار اللي أنا مش فيه نولي، لا، نقول راهو يا اتحاد تعمل مزية يزم أنت تهتم بالمسائل متاعك. ما يعنيش هذا أنك بعيد على السياسة، لكن دورك ماهوش سياسي، ماكش كحزب سياسي، خاطر العمل الاجتماعي العمق متاع المضمون متاع العمل الاجتماعي هو سياسي
في نهايه الامر. واخي السياسيين وين كانوا يمارسوا؟ لكن النخبه ما قدرتش باش تحل مشاكلها، شنو نعملوا؟ لا هو مش نخبه يا اخي، يا اخي اللي شاد الاتحاد شكون؟ يا اخي الكريم نذكرك راهو العناصر نتاع الاتحاد تقريبا 9 أعشارهم ترشحوا في قائمات حزبيه. معناها ايش يا اخي؟ معناها واحد تحبوا ما نعرفش نحبوا نكذبوا على ارواحنا؟ ثم عمل حزبي داخل الاتحاد وذايا راهو اضر بالاتحاد. راهي برشا ناس تويكا وذايا ثم ناس ما تحبش تراه يراو في الاتحاد قاعد يضعف، السلطه نتاعو قاعده تراجع وهما فرحانين. وقت اللي هذاك الثمن نتاعو فيما بعد نهارت لي يضعف الاتحاد تماما، تو راهو الثمن نتاعو في تغور الرسامين وفي تغور الراسماليه المتوحشه واللي هي موجود عندنا نماذج اكثر توحشا من الراسماليه الامريكيه. وبالتالي من اجل قليل من الانسجام الحال يجب ان يكون مسؤولين سياسيين، الاحزاب هي طارحه رواحها، ومعنا هنا مسؤول حزبي هي اللي تقدم حلول ورؤوس السلطة هي اللي تقدم حلول. هو نجم يقترح، أما أن يكون طرف ويأخذ نصيبه خاصة أخذ النصيب من السلطة هذه راهم أنا انسجاما مع نفسي ومع الموقفي بالاتحاد لأن أنا ننتمي له وأتشرف بالانتماء إليه وكنت ديما مع الاتحاد. نعم. لكن أنا ضد أن يولوا معناها واضح. دكتور تقريبا تتقاطع مع موقف الدكتور مراد في كثير من التقاطعات. أنا من المبدأ يعني احنا المبدأ أنه الاتحاد ليس له صفة للحياة السياسية أبدا، وأنه المشكل من المشاكل متاعنا في هنا أنه اليوم السلطة ما تعرفاش عند شكون، وأنه بل أنه الأجسام الوسيطة اللي عبروا عليه الكورز انترميدير، الأجسام الوسيطة من إعلام من منظمات مهنية من جمعيات مجتمع مدني، كل واحد ماخذ الشق من السلطة لوك هما ماهوش مؤهلين باش يلعبوا الأدوار متاعهم. فمفروض أنه عندنا دستور اليوم وأنه كل حد يلعب دوره، وأنه الشرعية التاريخية هذيك مشات قبل ما يصير الدستور نتاع 2014، ما عادش حد ينجم يحكم تونس باسم انه شرعيه تاريخيه وانه عنده افضال على البلاد. لكن الحقيقه نحب ننسب الامور شويه، هذا كان الموقف المبدئي نتاعنا الاساسي. ودعانا السي طبوبي الى جلسه وانا سعدت انه نتقابلوا معاه، وكما قال خويا يعني رجل وطني يعني وعنده حرق على البلاد، وفهمنا يعني قال لك انا في ظل انه ما حد ما دعا لانه يصير حوار مش نقعدوا نتفرجوا يعني السلطات الكل موجوده المؤسسات المنتخبه ما تحركتش. فاحنا طلبنا بضمانات، قلنا نشاركوا لكن عندنا ضمانات. اول حاجه هو انه ما تقوليش فما عندك حكماء تختارش الحكم. قال لا فماش مشكله، ما تحبوش حكماء ما نعملوش حكماء، تحبوا تختاروا انتم كاحزاب الحكماء تفضلوا. المخرجات زاد ماشي الجباريه فيهاش الزميه. قال لا راهو المخرجات تاع الحوار سترفع للسلطه المنتخبه، راهو نمنوا بشرعيتها وبحقيتها. هكايا ما يزالش باش نجتمعوا باش نتكلموا ايش بيه؟ كل مجال للحوار مرحبا به. فهنا ما سمعتش انا الحقيقه بمطالبه بنصيب او بمشاركه في السلطه، هذا ما بلغنيش. ما هو ضمني يا دكتور، هو ضمني. انا ما نحكم على ما قيل لي. نعم. بالنسبة توا خلينا نرجعوا لل سامحني، أنت عندك طلب آخر نعتبره أنت من أهم الحاجات اللي تطرحها على الطاولة، الهدنة الاجتماعية بتاع 14 طلب. قلت له قال لك عليها هو. تفضل. أنا طلبت منه أنه هدنة اجتماعية، وأنا حتى كي قابلت راشد الغنوشي ومشينا بالمبادرة راشد الغنوشي على خاطر قيس سعيد طلبناه باش يفعل فصل 80. البلاد محتاجة تتمسك، البلاد اليوم سايبة مفرتة، ما نقولوش بيد من حديد ولكن بيد صارمة، انه تتعاد كل حاجه الى نصابها. مازلتم متمسكين بالفصل 80 دكتور؟ وقت يبدا انسان عنده ما يعمل به. تو انا نطالب بفصل 80، انا في مخيالي لو كان عندي السلطه نعرف شنو نعمل به فصل 80. ما نعرفش انا قيس سعيد لو كان نعطيه فصل 80 شنو يعمل به. هذا هو معناه تو بالتجربه وبقراءه المسار السياسي نتاع الاستاذ قيس سعيد معناه يولي يخوف معناه. ما كل حد يقيس على نفسه، يشوف صندوقه شنو فيه. انا عندي اثنايا لو كان يبدا عندي فصل 80 نعرفش نعمل به. يعني مش باش نتغول به لانه موضوع نتاع شهر من زمان ما يتجاوزش اكثر من شهر، لكن ثم اشياء ترجع للنسبة. نرجع للهدنه الاجتماعيه وراي قابلنا الراجل الغنوشي قلنا له قلت له ها اخرج. حتى جماعه في الحزب قالوا لي هزلوا الكادو هذا ليش؟ قلت له يا سيدي هذا مصلحه البلاد، اجنا نمشيو نقترح عليه. سمعنا وفات غادي بارك الله فيكم وكذا. شنو طلبنا منه؟ قلنا له الراجل الغنوشي انت صورتك اليوم سيئه عند تونس. الصورة اللي عندك اللي حملوها عليك توانسة مش باهي. اخرج فهمهم قل لهم راهو في التاريخ الفلاني نلتزم بالمحكمة الدستورية. كان رئيس مؤسسة
المؤسسة البرلمان، في التاريخ الفلاني نلتزم بقانون الأحزاب، في التاريخ الفلاني تنظيم القطاع السمعي البصري. وواقعين بالله دكتور سامحني، واقعين ينجم الأستاذ راشد غنوشي يلتزم بإرسال المحكمة الدستورية أمامها التجاذبات والصراعات والانقسامات والتشتت البرلماني الموجود. ينجم ينجم كما ينجم الرئيس، كما ينجم حتى الحكومة وتقعد وقفت على حكومة المشيشي وصوتوا لها بكذا، ينجم يوصل هذا اللي عينه ينجم. ثم حاجة أخرى نطالبوا نسنوا قانون نتاع هدنة، هدنة اجتماعية، قانون بالقانون هدنة اجتماعية نتاع 6 شهور، تعليق كل شيء. كما تثار تفاعل قابلنا السي طابوبي، قلت له السي طابوبي خذ أعلن أنت كحسنية ما دامك أنت مبادر. دايوغ أنا الحقيقة قلت له أنا ثم أحزاب قال أنا من مانيش مستعد ابدا باش نتفاعل مع باش نستدعها. قلت له لا ما يجيش، ما يجيش مهما قالوا فيك، لان انت طرف الداعي، الطرف الداعي يترفع. ما يهمنيش انا قال فيا زيد ولا قال فيا، انا داعي توا حتى تروح لفوق مظله ما عادش نتلها بالجوانب. المفروض الناس كلها تمشى اقصى، الناس كلها تشارك، لكن التزم بي قول ثم عندي هدنه بتاع 6 شهور. قال لي انا ما عنديش ضربات. قلت له يا سيدي ريزون دو بلوس، قال الفرنساوي ما عندكش ضربات معناها ما خير على خير. قول يا سيدي للناس راهو 6 شهور، ما دام الناس تتهم فيك على اساس انه الاتحاد هو معطل البلاد، قول انا ناخذ 6 شهور. ما ذولي ما مشاوش فيها الحكايه. المشكل الكبير، شوف المشكل الكبير هذا كله تو قاعدين، السياسه السياسويه نتاع التموقع هذه حكايه سي لا بتيت بوليتيك، هذه اللي باش يجينا واللي باش يغرقنا هو المسكوت عليه، والمسكوت عليه هو الموضوع الاقتصادي. وحكومة المشيشي ما تنجمش تنجح، مش على خاطر فيها اشتر وزراء، لأن ما ثماش تصور. حل تونس هو حل بسيط، حل تونس هو حل اقتصادي وحل بسيط، هو موضوع متاع سيادة وطنية. هذه بلاد مستباحة، مستباحة المستعمرين الأقدم، راهو مش هذه اللغة متاع هذه واقع اقتصادي متاع مبادلات بالأرقام غيره. السوق متاعنا قاعدين اليوم مربعين يدينا ونستهلكوا في المنتوج الاجنبي، فاذا كان مربعين يدينا اولادنا بطاله، واذا كان نستهلكوا في المنتوج الاجنبي باش نستهلكوا فيه بالفلوس اللي قاعدين نتسلفوا فيها. يلزم الخيان اللي يسمعوا فينا يفهموا حاجه، اللي راهو احنا قاعدين ناخذوا في القروض باليد اليسار باش نشريوا فيهم منتوجات نتاع الناس اللي خدينا من عندهم القروض. فالناس اللي خدينا من عندهم القروض شرينا منتوجاتهم، المؤسسات نتاعهم قاعده تشتغل، فوقت تشتغل قاعد تعمل في فايض في ربح، فقاعدة تخلص في أداة للبلدان اللي خدينا منها القروض. والبلدان اللي خدينا منها القروض راهو اليوم كي واحد يهز شكارة فلوس ويحطها عندهم، التو دانتيغي نيجاتيف، فهمت؟ ما ثماش وهذا تأكدوا الأرقام، أنا عاجز في الميزان التجاري معناه تقريبا 30 ألف مليار، 40 ألف واردات و10 ألف صادرات. هما ما عندهمش نسبة فايدة سلبية، فهو يساعد ويسلفني أنا بالنسبة الفايدة اللي عندي. شوف هو قداش ربح، وأنا شنو ربح؟ ربح البطالة هذه والركود اللي عندي. فأنا 9 سنين وأنا نادي بسياسة حمائية، يا ولدي نحميوا البلاد. قالوا لي ثم اتفاقيات، قلت لهم طبق السياسة الأداء على القيمة المضافة الاجتماعي تو يجنبك الحكايات هذه كلها، وتو يصير التشغيل ويصير الازدهار الاقتصادي. راهو بلاد سهلة ياسر. قانون استقلالية البنك المركزي كان مدخل لضرب السيادة الوطنية، وهذاك علاش في 2015 واحنا ماناش في البرلمان كنا الحزب اللي تصدى للموضوع، احنا وجبهة الشعبية الوحيدين اللي تصدينا للموضوع. والاحزاب اللي تسمع فيها اليوم على اساس انها معارضة لحكاية استقلالية البنك المركزي راهي صوتت في 2016 لفاية استقلالية البنك المركزي. علاش استقلالية البنك المركزي؟ كان تسمح لي نتعصف شويه على الخيان، ناخذ شويه الكلمه باش نفهموا حاجه. الفلوس اللي عندنا هذيك كل 20 دينار ولا 50 دينار ما تسوى شيء، راهي ورقه حتى شيء. قيمتها فاش؟ قيمتها في ضمان الدوله، الدوله ضامنتها، خاطر بينها وبين الورقه اللي قدام زياد حتى شيء، كله اوراق، لكن الورقه هذيك ضامنه فيها الدوله. وقت نجيو نقولوا احنا اليوم باش نطبعوا منها، ففي مخ العباد كلهم على اساس انه باش نخلق تضخم مالي. صحيح يلزم زوج شروط اخرين باش تخلق تضخم مالي. الشرط الاولاني نكون في البلان امبلوا، يعني تكون الناس كل تخدم. والشرط الثاني هو تكون آلة الانتاج تخدم في اقصى قدراتها، معناه باش يولي العرض ما عادش ينجم يقابل الطلب اللي موجود فيتخلق تضخم مالي. احنا بعاد عليه، فاليوم حارمين ارواحنا
من إمكانية طبعا الفلوس باش نخدموا طبعنا طبعنا المده اللي فاتت 3000 مليار دكتور طبعنا طبعنا وثم اشكال معنا بس صار شيء تعالس ارتفع التضخم من 4.9 ل 5.3 في الايام الاخيره في الاشهر شهر فيفري. التضخم المالي اللي عندنا الكل تضخم مستورد. نعم ريت تو زياده في المحروقات في سوم المحروقات مثلا هذاك التضخم مستورد على خاطر المحروقات جايه من برا كي زدنا احنا في السوم باش نزيدوا في سوم المحروقات وبالتالي نزيدوا في سوم السلع الكل الاخرى الكل خاطر السلع منتج يقع انتاجها استنادا للمحروقات والا نقلا بالمحروقات فيتخلق تضخم مالي كله مستورد. التضخم المالي الداخلي لا يكاد يحسب. علاش ما تحسبش التضخم المالي؟ على خاطر التضخم المالي منين يجي؟ هو يجي من كثره الطلب يا اخي. التوانس عندهم فلوس اليوم باش يزيدوا يطلبوا سلع تستهلكهم طايح. نعم تعرف اللي توا الغله والفلاح يسمعوا فيها الغله يبيعوا فيها توا بالسوم اللي كانوا يبيعوا فيها قبل الثوره. نعم الوقت الانتاج نتاعها والاساليب الانتاج نتاعها وتكاليف الانتاج نتاعها ضعفت مرات ومرات. هو بتناسق مع كلام الدكتور زياد الحكومه حكومه المشيشي مثقله بهذه المشاكل اليوم مجبره على الخروج للسوق الماليه لاقتراض تقريبا 16000 مليار اليوم مجبره ايضا في افريل باش تخرج للمفاوضات نتاع الربيع مع صندوق النقد الدولي والاتحاد وهو بين سندان الاتحاد وما بين شروط صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي يشرط إصلاح المؤسسات العمومية يشرط إيقاف منظومة الدعم تجميد الأجور وهذه مشاكل تعترضوا خاصة أنه الاتحاد تقريبا رافض أغلبها بالشكل المطروح. نحب نذكرك بحاجة. صندوق النقد الدولي راه ما جاش بد علينا فهمتني فرد وقال خذوا من عندي فهمتني قرض وأمضوا على الشروط اللي نعطيتها لكم. نحن رانا اللي نمشي ونجري ونستجدي ونبوسوا في اليدين فهمتي وفي الساقين باش يعطينا فهمتني قروض باش ناكلوا بهم. نحن نجري وراه هو يحب يضمن على الفليسات واللي يحب يضمن على الفليسات وحتى حد ما عنده فهمتي الحق فهمتي باش يلوم. اذا كان انت تحترم فهمتي نفسك وحاجتك فهمتي بالسياده نتاعك وما تحبش انك توصل نتاع حاله نتاع اقتراض اللي ترهم بها السياده فهمتي نتاع بلادك وتبيع فهمتي بلاد فهمتي نتاعك شمر خويا على ساعد الجهد والعمل في اللي يخدم على روحك. اخلق انت الثروه هطوى انت كي تخلق الثروه تلقى باش تاكل باش تعيش ما عادش تحتاج انك انت باش تمد يديك لغيرك. نحن في الوضع اللي نحن فهمتني فيه يجي يطلع لك رئيس الجمهوريه فهمتني بكل بساطه وهذا راهو فهمتني كلام راهو يمشي عند شرائح عديده فهمتني من عند الناس لا يقول لك نحن تونس دوله فهمتني غنيه ولا باس علينا. هم اللي هلكوها وهم اللي وهذا احد مفاهيم الخطاب الشعبوي معنا وهذا وهذا في احد التظاهرات نتاع الخطاب الشعبوي. نعم دونك المشكله راهي فينا قبل ما نلوموا على الناس الاخرين المشكله راهي فهمتني فينا. انا من 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 الطف الحاجات اللي واكيسها اللي سمعتها يعذرني ما نستحضرش شكون اللي قالها. تذكروش ياك الطبيب اللي توفى في المصعد في المستشفى بتاع جندوب الله يرحمه بدر الدين العلوي الله يرحمه وينعمه الدكتور بدر الدين العلوي. كي الدكتور بدر الدين العلوي توفى فك المأساة في هذيك بدل ما نحن نلموا رواحنا كنقابيين وكمجتمع مدني فهمتني وكذا ونلموا فهمتني الفلوس اكراما لهالشهيد نتاع الواجب هذايا باش نصلحوا هاك المصعد فهمتني هذاك ونصلحوا المصاعد تجي الاخرى باش ما عادش يقعد واحد بركه يخدم ونسهلوا على الناس ما عادش تعاود شفتي المأساة. ايش عملنا؟ مشينا عملنا ضرب زدنا عطلنا به المصالح والمعاناة فهمتني نتاع الناس. نعم. اذا انا في تقديري راهو المشكلة فهمتني فينا وفي تقديري كذلك كل حديث اليوم على الثورة لا معنى له. كل حديث على الثورة لا معنى له إذا ما يكونش دعوة للجهد وللعمل. نعم ثورة اللي ما هيش ثورة متاع بناء ثورة اللي ما هيش ثورة متاع تضحية من أجل البناء بوعيلة فني بشي بني دار كي باش نبني دار من السنة سبتي ناكل فني باللحم وناكل بالدجاج وناكل فني كذا يلزم نكبس السنطورة باش نجم نوفر فلوس باش نجم نبني الدار هذيك بدون تضحية من أجل البناء وبدون جهد يعمل لا ثم ثورة ولا هم يحزنون. قبل ما نجي لموضوع القضاء معك مراد خليني نسألك دكتور سمعت بحكاية الصناديق الكواسر هذه اللي قاعدة تخطط للاستيلاء على لشراء الديون ديون البنوك العمومية وبعض المؤسسات العمومية واستنساخ عملية الكوميسيون المالي بطريقة جديدة. ما هي الديون سا ديبون إذا كانت الديون الداخلية يشريوها ولا مشريش لا معنى له خاطر الديون الداخلية تنجم
لو كانت دولة تستعيد البنك المركزي في دقيقة تفسخهم، في السياقة تفسخهم يا أخي. سي الكونتيتاتيف ايزينغ اللي عملته البلدان الغربية الأخير. أي البلدان الغربية يعني وقت تو هو بيقولوا استقلالية البنك المركزي ويمنعونا احنا باش البنك المركزي يخرج فلوس. تعرفش البنك المركزي في حكاية الكورونا البنك المركزي الأوروبي قداش خرج فلوس؟ 750 مليار أورو بقوانين استثنائية من برلماناتهم. احنا ما قدرناش لا مش بقوانين استثنائية عملوا قوانين استثنائية بقرار بقرار من البنك المركزي من اللي جاء ماريو دراغي قبل في 2008 وخرجهم من الموضوع متاع الأزمة متاع 2008. مرة هذه كيف كيف 750 مليار أورو فرقوهم على البلدان بالبقوقة تأكل حد قداش. نصيب فرنسا تقريب 120 والحاجة هما يمنعونا احنا باش نعطيه بتعلات واهية. شنو طالب منا؟ خلينا عباد خلي تفهم شوية شنو اللي طالبين منا. صندوق النقد الدولي راه صندوق النقد الدولي مو صندوق راه وراه عباد وراه كونسي دادمينستراسيون اللي فيه ستة بلدان اللي فيه الولايات المتحدة وفيه فرنسا وفيه إيطاليا وفيه ألمانيا وفيه العربية السعودية فيه اليابان وتونس مساهمة من المساهمين مساهمة ايه مساهمة معناها عضو فيه الانتغاج متاعها بالزايد كملتهم لدغة الانتغاج ما عندها حكاية فرغة المساهمة متاعها. الصندوق هذوما دونك البلدان هذية اللي هي الصندوق النقد الدولي ضامن لشنوة؟ ضامن الفلوس متاع الأجانب باش الفلوس الأجانب كيجيبوا فلوسهم الفلوس نتاعهم القيمة نتاعهم ما تطيحش. علاش مروان العباسي قلبوا على التضخم المالي حفاظا على القدرة الشرائية نتاع التوانسة؟ على خاطر الأجنبي كيجيب الفلوس يجيب 100 يورو يستثمرهم يحطهم هنا ما باش يحولهم إلى دينارات. اليوم قيمتهم نقولوا احنا 300 دينار باش نسهلوا الحكاية 100 يورو نقولوا قيمتهم 300 دينار. إذا كان يصير تضخم مالي غدوة يلزمو يلم 400 دينار باش يلقى 100 يورو. دونك غدوة كي يجي يحب يروح يهز فلوسه يلقاه تحت القيمة نتاعهم فهما حفاظا على قيمتك الاستثمارات الأجنبية. ليس إلا بل بالعكس هو التضخم المالي يساعد شكون؟ يساعد الناس اللي ماخذة قروض على خاطر كي تجي ترجع ينقصلها خلافا فهمت كيفاش؟ فاحنا شنو القاعدين طالعين؟ طالعين بثلاثة نمنامات اللي هما قولوا فيهم في بلدان العالم الكل. ثم جوزيف ستيغليتس اللي هو يعني بري نوبل نتاع الاقتصاد كاتب كتاب لا غران ديزيلوزيون. في الكتاب هذاك الكل مخصص للصندوق النقد الدولي. بلدان العالم الكل ساعات حتى للطرفه يعني مره كتبوا البلاد ونساوا ما بدلوش الاسم نتاع البلاد. وصفه يعني وصفه ماشيه للنسبه. نعم. هما يحبوا الخوصصه يحبوا الليبراليه ويحبوا التقشف. ثلاثة وهذا هما تقريبا هذوما اللي طالبينهم حتى احنا من نحن. نعم ثم موضوع اخير لازمنا نتناولوه قبل ما يدهمنا التوقيت. ثم ربما مظهر من مظاهر تفكك الدولة عدم قدرتها على محاربة الفساد. اليوم ثم عزم كبير وشفنا بعض مظاهر مكافحة الفساد لكن يظهر لي اسقطنا في فخ اليوم. كان ثم عازم ربما لمحاسبة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد والوكيل العام للجمهورية لكن اليوم ظاهر أنه ثم شبكات سرطانية ثم لوبيات ربما أبقت على الطيب راشد رغم أنه أحيل على مجلس التأديب رغم أنه تم تجميده رغم تمت إدانته داخليا لأنه تقريبا تم تهميش الموضوع ولملمت هذا الموضوع. مراد أنا عندي ملاحظتين أساسيتين نحب نقولهم. الملاحظة الأولى رغم أنه الأمر متعلق بشخص لكن راهو كما يقال في لغتنا وراء الأكمة ما وراءها. يعني ما نفتح حتى على الشخص هذا في حد ذاته. الحاجة الثانية أنه المحتوى متاع الملفات اللي هما تبييض الأموال والارتشاء أنا واحد من الناس ما عنديش عليهم فكرة ونتصور المسألة مدام متصل بها القضاء وقاعد يتصل بها لا يجوز أن نتحدث فيها. ما تحلتش للقضاء في بيل على كل ما تحلتش للقضاء كي نتبقوا الوضعية كيفاش صارت. من الأول كانت خاطر من الأول معناها وقت ترفعت المسألة يعني التفقدية العامة معناها عملت البحث متاعها واعتبرته شاهدا واتهمت زوز قضاة ثم زوز عزلتهم وثم زوز يظهر لي أحل معناها وقفتهم عن العمل هذا فقط اعتبرته شاهد. لكن فيما بعد ثم وقع ضغط يبدو أن بعض القضاة على الأقل نعرف أن ثم 100 قاضي
في المنسير معناها وفي عدة جهات خرجوا معناها عارضة يطالبون بإقالته. اليوم المجلس الأعلى للقضاء خذا موقف استنادا إلى قانونه الداخلي، إلى دستوره الداخلي نجم نقوله، واللي هو الفصل 40، يعتبر أن الفصل 40 لا ينص على غير التجميد. هنا ثم مشكلة، لأنه إذا باش نقعدوا نتعاملوا مع القوانين حسب معناها البنية متاعها الدقيقة وتركيبتها القانونية والشكلية، راهي مشكلة كبيرة. يا أنت اليوم عندك شخص متهم بتهم كبيرة، داكور، المهم هو واش يقول لك؟ يقول لك القانون يسمح لنا بتجميده كحاجة احترازية أو شيء من هذا القبيل، ومن نجمه نرفعوا الواحد هذايا إلا إذا كان يعني مجلس تأديب معناها برأه، وبالتالي يرفع عنه معناها الإيقاف نتاعه، أو حكم في محكمة وفي محكمة جزائية وتم تبرئته. ثم فيما بعد ما نجمه نعزلوه تماما إلا إذا صار العكس. لكن الإشكال وين؟ العكس هذا كيفاش باش يصير؟ أنه التفقدية العامة اللي بدأت من الأول هي نفسها اللي بعد باش تتكفل بالملف، يعني باش تاخذ نفس الشخص وباش تعمل البحث نتاعها وبعد تحيل تقريرها الوزير العدل اللي يحيله للمجلس القضاء، المجلس الأعلى للقضاء اللي هو باش ينظر فيه وقتها باعتباره مجلس تأديب، وبالتالي باش نعاودوا الدورة كلها. الإشكال فيش سمحني ثم أنا نقطة سين حب وعزيزة علي وديما نقولها، راهو المشكلة في هالبلاد هذية أنه الغالب فيها هو العقلية القطاعية. معناها كيف أنا نمشي نشوف الـ مثلا البرلمان، برلمان حتى حد ما يساعده في البرلمان أنه تترفع الحصانة، خطر الخافلة تولي سابقة وغدوة تترفع عليه هو. وذا أنا على الأقل عندي قناعة فيها، وثم أمثلة بالقياس وبالملاحظة نلقاها صحيحة. وفي أي قطاع دائما ثم عقلية متاع أنهم الناس كلهم مع بعضهم رغم خلافاتهم، لكن ثم مصلحة قطاعية ما زمناش نتجاوزوها. القضاة عملوا نفس الشيء، الطب عملوا نفس الشيء وقت في وقت ملقات فرضت بعض التدابير ومراقبه العمل نتاعهم، عملوا نفس الشيء. المحامين اكثر واكثر خاطر موجودين اكثر في البرلمان، الاستاذ وانا بيدي استاذ احنا بيدنا عملنا نفس الشيء تقريبا، معناها الناس الكل الطالب. هو انا ما فهمتوش وسمعني بالنسبه للقضاء في النقطه هذه في المطالبه، القضاة تراهم بعد ما وقع اقرار وايجاد المجلس الاعلى للقضاء اعتبروا انهم تحولوا من مجرد وظيفه الى سلطه، والسلطه هذه تحتاج إلى استقلال، وأول ما ظهر الاستقلال هي الفلوس، ووقعتك الإضراب الطويل اللي دمر برشا ناس، ثم فيما بعد النتيجة متاعه سابقة خطيرة، أنك تجي تحول الضرائب تضيفها لشهريات العباد القطاعات الأخرى بعد طالبك. نعم، هو الآن ما فهموش مخي، معناها المنطق القانوني أنا ما فهمتوش. رئيس أول تترفع عليه الحصانة ويقعد في بلاسته، يتجمد ويقعد في بلاسته، تحل عليه النيابة العمومية ولا تجاهل النيابة العمومية بعض التهم الخطيرة ويقعد في بلاسته، يتحال مجلس التأديب ويزيد يقعد في بلاسته. يعني أنا ما فهمتوش أني علاش خاسرين الجهد والوقت باش نحلوا الدوسي قدام هالمجالس الكل معنا. لأنهم اللي بيديهم القرار متورطين، وبالتالي حاولوا أنهم باش يحموا رواحهم بكل بساطة. نحن فهمتني اليوم أمام أخطر قضية متاع فساد تشهدها الدولة التونسية فبعد الاستقلال، من حيث الرموز اللي هم متورطين مع البي اف تي باش ما ننساش. لا قلت لك من حيث الرموز اللي متورطين فيها، من حيث الرموز متورطين فيها. اليوم اذا كان باش يتحاكم الطيب راشد من ضمن الملفات اللي باش تتجبد واللي هم متورط فيهم الملف نتاع القيادين الامنيين عماد عاشور وصابر فنتي العجيلي اللي تم تحطيمهم وتدميرهم تنفيذا لأجندة سياسية فهمتي معينة ولتمكن فهمتي معين، باش تم تدميرك الناس هذوكم. ثم حلقة متاع قضاة ثم في سلسلة شاركت في هذه العملية، الحلقة فهمتي هذه ثم شكون في جهاز السلطة فهمتي كانوا مرتبطين به، ومنهم من هو لليوم مازال فهمتي موجود، وما دام هو فهمتي موجود باش تبقى فهمتي الأزمة فهمتي والمشكلة فهمتي قائمة. وك السيد هذاك هو فهمتي يخدم في القرار وفي المصالح نتاع رئيس فهمتي الحكومه، هو اللي جابو غادي باش يخدم له المصالح نتاعو فهمتي والسياسه فهمتي نتاعو، وضربان الناس اللي هو يحب فهمتي باش يضربهم. اليوم وقت اللي تشوف البيان الاخراني نتاع المجلس فهمتي مجلس القضاء العدلي، يعني مهزله. باش نحكي لك حاجه معناها مثال بسيط ياسر. تصور انت
زوز من الناس تشدوا، واحد سارق والآخر قاعد هو مكلف باش يفرط يبيعك المسروقة ذاك. اش نجي ونعملوا نحن؟ تشدوا اللي بيع، نشدوا اللي بيع في المسروق، نقولوا هذاك فهمتي باش نعدوه فهمتي يتحاكم الآخر في بلاش، والسارق تو نعملوا له نعديه على مس التهديد فهمتي بتاعنا، تو نعملوا له توبيخ ولا فهمتي كذا وسكر فهمتي الدوسي. وقت اللي الإجرام الحقيقي عند السارق مش عند اللي قاعد يبيع في في في, في المسروق. اش عملوا في البيان بتاعهم فهمتي الاخراني بالنسبة للقضاة؟ قال لك نحن تو نعدوهم على مجلس التأديب، يعني باش يكون إجراء فهمتي تأديب ونسكروا إداري، أما غير القضاة هذوك نعدوهم فهمتي للمحاكم فضيحة. وصلت المسألة إلى درجة واني وزارة العدل اليوم مهبطة توضيح وتوضيح يضحك زادة فهمتي كيف كيف على مسألة طلبها أن تتراجع في باش تحب تبرر علاش طلبت أنه باش يعاودوا التقرير اللي هي فهمتي بعثته لمس أعلى القضاء، طلبت أنه فهمتي باش يرجع لها باعتبار قالت أنا ثم بعض الإشكالات الشكلية نحب فهمتي باش 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 نراجعهم. شنو هي الإشكالات اللي عندك باش تراجعهم أنت؟ أنت عبارة في بالقانون الجديد عبارة على فني ساعي فهمتي بريد أنت باش تاخذ التقرير والتفقدية فهمتي وتحيلوا بس القضاء كسلطة تأديبية فني باش يأدب القضاة. نعم. ومن بعد هو فني هات فهمتي يتصرف. وشنو هو اللي صاير في مسألة على فني القضاء؟ ولا فهمتي بيعة فهمتي وشريعة؟ أعطيني نعطيك. تحب راس شو اسمه راشد الطيب راشد يا خويا ما يسالش، أنا مستعد نضحي لك فهمتي بالطيب راشد، أما فهمتي بالمقابل أنت تعطيني البشير العكرمي. وراه ورد بالك راه بلادنا راهو يتخبى فيها حتى شيء، وانا ازعم اني عندي العديد من المعطيات واكثر من هذايا نقول لك. راس الحربه في العركه هذه ما همش اساسا القضاة، راس الحربه اساسا في العركه هذه هم غير القضاة او جزء الاغلب فهمتي منهم الموجودين في المساله على فهمتي في القضاء. اليوم ثم جريمه فني كبرى قاعدة تقع فهمتي ضد فهمتي البلاد، وحتى حتى فهمتي موقعة فهمتي متلفت لها، هذا اللي صاير اليوم. نعم، دكتور عندك تعليق حول المسألة نختم معاك. شوف هنا ثم ثم مفارقة كبيرة ياسر، أنه الناس المتهمين حتى تثبت إدانتهم باش يحكمهم الناس اللي في نفس القطاع، وهذا ما هو موجود في حتى مجال في حتى قطاع من القطاعات. فاليوم الوضعية هذه اللي هي غريبة علينا الحق، خاطر احنا استنى اللي تعودناه من السادة القضاة على انهم النزاهة نتاعهم والترفع نتاعهم وما الى ذلك، اليوم مع الاسف فما شبهات تحوم جدية، لابد انه فرصة لنا باش ندبروا انه ثم مسالك اخرى لابد انه يقع مراقبتها واحالة الشخصيات هذوما على جهاز اخر مختلف ومحايد تماما على المسلك القضائي العام. شكرا لك الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري دكتور لطفي المريح على كل ما تفضلت به، شكرا لك زميلنا الصحفي والاعلامي زياد الهاني يعطيك الصحه، شكرا لك الناشط المجتمع المدني الدكتور مراد اليعقوبي، شكرا لكم على حسن المتابعه، نتقابل ان شاء الله يوم الاثنين القادم، الى ذلك الحين نترككم في رعايه الله، الى اللقاء.